نشرة السابعة مساء من الميادين، والبداية مع العناوين. ظريف ولافروف اتفاق على تفعيل آلية مسار أستانا حول سوريا، وقمة إيرانية روسية تركية عبر الفيديو قريبا. هذا الجريمة، هذا يرضى الله ورسوله. بعد مجزرة التحالف في صعدة، القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في خميس مشيط السعودية وتسيطر على مناطق في مأرب. الأمم المتحدة تخشى من مجاعة في سوريا نتيجة العقوبات الأمريكية. تسجيل صوتي يكشف تورط ضباط شرطة في مقتل فلويد واستمرار التظاهرات في المدن الأمريكية. اجتماع مصري إثيوبي سوداني جديد لحل الخلافات حول سد النهضة، وسط تبادل للاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا بإفشال الحلول. مساء الخير. لقاء وزيري خارجية روسيا لسيرجي لافروف وإيران محمد جواد ظريف يظهر انسجاما في مواقف موسكو وطهران إزاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. مباحثات الوزيرين تتوج بتوقيع الإعلان الروسي الإيراني حول رفع دور القانون الدولي. التفاصيل مع سلام العبيتي. جائحة كورونا لم تثني مسؤولي البلدين الشريكين روسيا وإيران عن التواصل. بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك استمر هاتفيا وبانتظام، هما ان خفف البلدان اجراءات العزل الصحي حتى حل وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف ضيفا على نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو لتاكيد اهميه الحوار الروسي الايراني في الظروف الاقليميه والدوليه المعقده الراهنه. الزيارة تأتي في إطار الإعداد لقمة الدول الضامنة لعملية أستانا التي تنظمها إيران افتراضيا، قبل أن يتمكن رؤساء كل من إيران وتركيا وروسيا من المشاركة حضورا في قمة طهران، لذا كانت موسكو المحطة الثانية بعد أنقرة. سنعقد قمة أستانا أولا في مساحة افتراضية بصيغة الحضور. السيد لافروف أخبرني بالموافقة، وكذلك تلقيت أيضا موافقة وزير الخارجية التركي. سيعقد قادة البلدان الثلاثة اجتماعا افتراضيا، وحالما تسمح الظروف سيعقد الاجتماع حضورا. لكن الشريكين الروسية والإيرانية تجمعهما ملفات أخرى، ولعل أبرزها تعاون البلدين في التصدي لسياسة واشنطن للنيل من خطة العمل المشتركة الشاملة وكل ما يرتبط بها. الولايات المتحدة تحاول عرقلة الأطراف الآخرين في الاتفاق النووي عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه إيران، وفي الوقت نفسه تريد واشنطن معاقبة طهران عبر تشجيع المبادرات غير القانونية بما في ذلك الحظر المفروض على الأسلحة. هذه المحاولات لا أفق لها وفق القانون الدولي، وسنبذل جهدنا من أجل أن تسود العدالة العالم. مباحثات موسكو أظهرت انسجاما في مواقف البلدين إزاء ملفات أفغانستان وسوريا وليبيا وعزمهما على مواجهة التحديات المشتركة وتعميق التعاون في المجالات كافة. وتتويجا لهذه المباحثات وقع الوزيران لافروف وظريف الإعلان الروسي الإيراني حول رفع دور القانون الدولي في عالم أصبح فيه خرق هذا القانون من قبل بعض الدول عرفا. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. هذا وانتقدت إيران مسودة قرار يتوقع اقتراحها خلال اجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحض طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأنهما كانا يؤيان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة. وحذر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب أبادي من أنه في حال تم تبني القرار فأن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات. والآن ينضم إلينا من العاصمة الروسية مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. بالنتائج التي وصلت إليها، مساء الخير أولا سلام، بالنتائج التي وصلت إليها أو هذا اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية لافروف بظريف، ما انعكاساته وخصوصا مع تفعيل مسار أستانا القمة الأخيرة التي كانت في مارس 2020 بطهران ونوع من الخاضة مسار عصير أو عصير عفوا بالفترة الأخيرة فيما يتعلق بمصير إدلب والشق الأمني فيه؟ مساء الخير وفاء. أبدأ من حيث انتهت المباحثات وتوجت بالتوقيع على الإعلان الروسي حول رفع دور القانون الدولي، وبما اختتمنا في التقرير عن هذه الزيارة ونتائجها. في الواقع هذا هو ربما
العنوان الأهم لهذه الزيارة عندما يتم التوقيع على هذا الإعلان بهذا المضمون، هذا يعني أن العلاقات بين البلدين ارتقت مرتبة جديدة في نهجها الاستراتيجي، أي عندما يعمل بلدان مثل روسيا وإيران على رفع دور القانون الدولي، هذا يعني المنظمة الدولية، وهذا ما تحاول أطراف أخرى ولا سيما واشنطن تقويضه من خلال ممارساتهم ومن خلال محاولة فرض عالم أحادي القطب. نحن نرى اليوم أن روسيا تتعامل مع إيران بندية في القضايا ذات البعد والمقاييس العالمية، يعني هي لا تنحصر هذه العلاقة الآن في قضايا مثلا إقليمية أو مشاكل أو نزاعات محددة مثل سوريا مثلا أفغانستان إلى آخره، وإنما ارتقت هذه العلاقة ذات الطابع الاستراتيجي إلى مستوى الدفاع عن القانون الدولي، الدفاع عن الشرعية الدولية، التعامل من منطلق مشترك بين موسكو وطهران في مثل هذه الأمور، وهذا طبعا بلا شك سينعكس بشكل إيجابي في التعامل مع الملفات المعروفة التي يتعاطى معها البلدان روسيا وإيران، وأقصد هنا طبعا سوريا على وجه التحديد، وأيضا هناك تعاون مهم بين البلدين فيما يتعلق بأفغانستان، هذه المسألة يجب أن لا ننساها. أفغانستان هي من حيث موقعها لها أهمية كبيرة سواء لإيران أو لروسيا من حيث الاستقرار ليس الإقليمي فقط، نحن نعرف كيف كان للنزاعات في أفغانستان دورا كبيرا في يعني في إثارة النزاعات والتوتر في مناطق كثيرة في العالم، وكيف انتقل ما يسمى بالمجاهدين والإرهابيين إلى آخره. فلذلك التعاون بين روسيا وإيران في أفغانستان أيضا له طابع استراتيجي. من جهة أخرى نلاحظ أن روسيا تتحدث بكل صراحة وتتحدث بشكل منفتح فيما يتعلق بالتصدي للمحاولات الأمريكية فيما يتعلق بالنيل من إيران، وهنا تمديد حظر الأسلحة على فقط عن خط نعم وإنما مجمل القضايا المتعلقة بالتعامل مع إيران. نحن سمعنا كثيرا في الماضي مواقف واضحة جدا من روسيا إزاء ما يعني يحاك ضد إيران، واليوم سمعنا أن هذا الخطاب ارتقى إلى رتبة جديدة، إلى مرتبة جديدة في التعامل بين البلدين، وانفتاح روسيا على تطوير التعاون مع إيران ليس على أساس ثنائي، التعاون الثنائي بين البلدين هو قائم ويتطور بشكل جيد كما قال الوزيران، ولكن أيضا على مستوى منظمات إقليمية سواء كان منظمة شنغهاي للتعاون أو الاتحاد الأوروبي الاقتصادي وإلى آخره من المجموعات سلام الدولية. فقط لتوضيح هذه النقطة وبالعودة إلى الملف السوري، كان التنسيق إلى حد ما وتفاهم واضح في السنوات الماضية خصوصا بمسار السنة منذ عام 2017 ما بين الروسي والإيراني، أتحدث على الشق الميداني والسياسي. اليوم الضغوطات والحرب التي تواجه سوريا بشق اقتصادي وعقوبات اقتصادية كبيرة تبدأ يوم الأربعاء غدا بقانون قيصر، هل هنالك من استراتيجية واضحة درست أو طرحت من قبل الطرفين لمواجهة هذه التحديات بالداخل السوري وعدم ترك سوريا وحيدة في هذه المواجهة اقتصادية؟ بلا شك، وهذا الموضوع كان أيضا من المواضيع المهمة التي بحثت اليوم في موسكو، وهناك تفاهم يكاد يكون مطلق بين البلدين في مسألة التعامل مع العقوبات التي تفرض بغير وجه حق على سوريا، لأن في الأساس إيران هي أيضا معاقبة، روسيا هي أيضا معاقبة، لذلك هذان البلدان يعني طبعا بلا شك هذه العقوبات ستشكل وطأة جديدة، لكن هذان البلدان تعلما على التعامل مع العقوبات و يعني تجاوز تأثيراتها السلبية، لذلك هذا سيدفع روسيا وإيران إلى المزيد من التعاون، ولا سيما أن يعني زيارة ظريف إلى تركيا كانت لها أيضا نتائج إيجابية جدا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، هذا أيضا سينعكس يعني شئنا أم أبينا، ومهما كانت العلاقة متدهورة بين أنقرة ودمشق، لكن تعاون إيران وتعاون روسيا في هذا المثلث في مثلث أستانا أيضا سيكون له يعني أرادت تركيا أم لم يعني ترغب في ذلك،
تكون للتعاون في الإطار الثلاثي لها أيضا نتائج إيجابية على سوريا وعلى تحدي العقوبات والتصدي لها. ليست هناك دول كثيرة ترغب في أن تخضع لقانون قيصر، لأن هناك مصالح اقتصادية لدول عديدة، وهناك أساليب كثيرة. يعني أصبحت لدى روسيا وإيران خبرة كبيرة في مسألة مواجهة يعني تجاوز العقوبات، فهذا طبعا سيكون له وطأة معينة، لكن لن يكون كارثيا ولن يكون مدمرا للاقتصاد السوري. شكرا جزيلا لك. نعم سلام على كل هذه المعطيات، وتحديدا أبرز الملفات التي تم مناقشتها في اللقاء الذي جمع ظريف بلافروف والمناخات التي تحيط به. شكرا جزيلا لك زميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو. أفاد مصدر ميداني للميادين بمقتل وإصابة العشرات من قوات هادي في معارك أسفرت عن سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مناطق الجفرة والباطن في محافظة مأرب، بينما سيطرت على أجزاء في منطقة حلحان بمجزر غرب مدينة مأرب. وأضاف المصدر أن معارك عنيفة لا تزال تدور مع قوات هادي المدعومة بإسناد جوي مكثف للتحالف. التحالف السعودي كان قد كثف غاراته على العاصمة اليمنية ومناطق أخرى أثر ارتكاب مقاتلات التحالف السعودي جريمتين في شدة واكتاف الحدوديتين في صعدة. هذا التصعيد ترافق مع رفع الأمم المتحدة اسم السعودية للمرة الثانية منذ العام 2016 من القائمة السوداء لمرتكبي جرائم بحق الأطفال. تقرير أحمد عبد الرحمن. كانوا 13 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة، لم تبقي منهم مقاتلات التحالف السعودي سوى هذه الأشلاء المتناثرة. مدنيون في سيارة مدنية استهدفتهم غارتان جويتان وهم في طريق عودتهم إلى بيوتهم في مديرية شداء بعد تسوقهم في رازح الحدودية مع السعودية. جريمة ثانية ارتكبتها مقاتلات تحالف الحرب في مديرية كتاف الحدودية أيضا باستهدافها فريقا لنزع الألغام، فقتلت وأصابت 6 منهم بينهم مرافق صحي. يستمر تحالف العدوان السعودي في ارتكاب مجازره بطريقة ممنهجة، حيث أنه من قبل 5 سنوات ونحن الآن في السنة السادسة لا يزال مصر على ارتكاب الجريمة بنفس الطريقة. جريمتان بحق الإنسانية استقبلتهما الأمم المتحدة برفع اسم السعودية للمرة الثانية من القائمة السوداء لمرتكبي جرائم بحق الأطفال، قرار يضع الآلية الأممية برمتها موضع تساؤل جدي وفقا لمنظمة العفو الدولية، ويؤكد شراكة الأمم المتحدة للتحالف السعودي في جرائمه كما يقول حقوقيون. هذه ليست المرة الأولى، ما سبقها مرات متعددة، يؤكد على أن الأمم المتحدة دائما ما تذهب نحو مجاملات ومصالح الخاصة مع السعودية. أكثر من 100 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف السعودي خلال أقل من 24 ساعة، غارات امتدت من المناطق الحدودية في صعدة إلى مناطق الجوف ومأرب فنهم وصولا إلى مناطق جنوب ووسط العاصمة صنعاء. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه صنعاء عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة بخمس طائرات مسيرة ضد أهداف حساسة في خميس مشيط بعسير، كان قد أعلن التحالف اعتراضها فضلا عن اعتراضه صاروخا باليستيا فوق نجران. بعد أشهر من توقف الرد اليمني وإيغال التحالف السعودي في القصف والاستهداف الجوي، ها هي صنعاء تستأنف عملياتها العابرة للحدود تدشينا لمرحلة جديدة ربما من الرد والردع والوجع الكبير كما تقول. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن قصف التحالف السعودي العنيف واستهدافه المدنيين إنما يعكس فشله في تحقيق مكاسب في الميدان. وفي حديث للميادين لفت البخيتي إلى وجود أطراف دولية تسعى إلى شرعنة العدوان، ولا سيما بعدما تحولت الأمور في الأمم المتحدة إلى مزاد علني. في صنعاء على أصوات الانفجار كان هناك ضربات هستيرية، وطبعا أصبح أهل صنعاء يستبشرون بمثل هذه الضربات لأنها تؤكد أن السعودية قد تكبدت خسائر كبيرة. عندما يقصفون المدنيين نحن لا نرد بالمثل بقصف المدنيين، وإنما نقوم بقصف مواجهة عسكرية أو أهداف استراتيجية كحقول النفط وأنابيب النفط وغيرها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرفع التحالف السعودي من اللائحة السوداء لارتكاب جرائم بحق الأطفال في اليمن، ويتبنى موقف الولايات المتحدة في تغيير قواعد مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان، ولا يذكر إسرائيل في تقريرها عن الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين. فهل يبحث الأمين العام عن رضا هذه الدول تمهيدا لانتخابه لولاية جديدة؟ الإجابة مع موسى عاصي. هل يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوراق اعتماده لدى أصحاب القرار السياسي والمالي لإقناعهم بانتخابه لولاية جديدة على رأس هذه المنظمة العام المقبل؟ ثلاث إشارات توحي بأن الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه. الإشارة الأولى نحو الولايات المتحدة عبر تبني موقفها بالكامل بشأن تغيير طبيعة عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. غوتيريش اقترح تخفيض عديد القوات الدولية وفي المقابل رفع مستوى تجهيزات المراقبة، وهو الاقتراح الأمريكي نفسه الذي قدم في جلسة مغلقة عقدت في الرابع من شهر أيار مايو الماضي، وفيه شددت واشنطن على ضرورة توسيع مهمة اليونيفيل لتتمكن من مراقبة ما يجري في جنوب لبنان ومن القيام بأعمال تفتيش منعا لتسليح حزب الله. الإشارة الثانية نحو السعودية التي قدمت مطلع أيار مايو الماضي مبلغ 500 مليون دولار للمنظمات الأممية في وقت تعاني فيه المنظمة من شح مالي غير مسبوق. غوتيريش وبما يشبه المكافأة قرر إزالة التحالف السعودي من اللائحة السوداء للكيانات التي ارتكبت تجاوزات بحق الأطفال في النزاعات المسلحة. أما الإشارة الثالثة فنحو إسرائيل التي لم يأتي تقريره على ذكرها من بين الدول التي تنتهك حقوق الأطفال رغم كل التقارير الأممية التي تتحدث عن استمرار استهداف قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين عمدا وقتلهم وتشويههم وسجنهم. غوتيريش اليساري السابق في بلاده البرتغال والمدافع السابق الشرس عن حقوق المهاجرين عندما كان على رأس المفوضية الأممية للاجئين، هل تخلى عن كل هذا التاريخ لقاء ولاية جديدة على رأس منظمة عجزت عن منع أي نزاع أو وقف اعتداء دولي وهو الهدف الأساس الذي وجدت لأجله؟ موسى عاصي، جنيف، الميادين. أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن خشيته من أن تضعف العقوبات الأمريكية الاقتصاد السوري. بيدرسون قال إنه في حال لم يجري احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا فإن المجاعة ستدق الأبواب، مشددا على أن إدخال المساعدات عبر الحدود يبقى ضروريا، وأعرب عن أمله في عقد جلسة سياسية في جنيف حول سوريا في أواخر آب أغسطس المقبل. يقدر برنامج الغذاء العالمي معاناة 9,300,000 نسمة من انعدام الأمن الغذائي ووجود مليوني سوري أكثر عرضة للخطر، أي بزيادة 42% عن العام الماضي، وإذا ما تدهور الوضع فإن المجاعة تدق الأبواب. في المقابل بدأت سوريا خططا لتوفير الأمن الغذائي، وذلك عشية استهداف اقتصاد البلاد بقانون قيصر الأمريكي الهادف إلى تشديد الحصار على الشعب السوري ودفع البلاد إلى المعاناة من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. ينشط وزراء الحقائب الاقتصادية في سوريا على نحو استثنائي بهدف مواجهة تبعات قانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في وقت أعلن فيه وزير الزراعة وضع خطط لمنع تهريب قمح الحسكة إلى تركيا بعد منع قصد الفلاحين من إيصال محاصيلهم إلى المراكز الحكومية. لا يوجد لدينا حل سوى الاعتماد على الذات، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يؤمن المنتجات الزراعية للسوق المحلية وتأمين الفائض منه للتصدير وتأمين مصدر للقطع الأجنبي. وطبعا كل هذه الإجراءات بالتأكيد ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. ومن الحسكة أعلن أربعة وزراء عن خطط لضمان تسويق الحبوب الاستراتيجية في المحافظة للحكومة، فيما لفت وزير التجارة الداخلية السوري طلال البرازي إلى أن الحكومة تعتمد بنحو رئيسي على دعم الزراعة لمواجهة هذه العقوبات الجديدة ومقاومتها وتجاوز آثارها. تسويق الحبوب عملية مستمرة، هناك تعاون وجهود كبيرة من الأهالي والمزارعين، وهناك موسم واعد إن شاء الله، والدولة مستعدة أن تسوق كل الحبوب وتستلمها.
وتؤكد الإدارة العامة للحبوب في سوريا أن العقوبات لن تتمكن من التأثير في قدرتها على توفير الخبز بنحو كاف للسكان، كاشفة عن وجود مخزونات كافية لديها ستعزز بالإنتاج الوطني. وعمليات الموسم حاليا يتم استلام موسم وصلت اجمالي المشتريات الى 130 الف طن مقارنه بالعام الماضي في نفس الفتره كان بحدود 60 الف طن. بالنسبه لمحافظه الحسكه تم استلام 38 الف طن مقارنه بالعام الماضي كان لغايه نفس التاريخ 32 الف طن. وعملت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية على شراء كميات كبيرة من القمح مع بدء تعافي الزراعة في أرياف حلب والرقة ودير الزور وإدلب وحماة، ما يرفض مخزون البلاد بكميات وافرة تعزز الأمن الغذائي تزامنا مع تطبيق قانون قيصر، وهي تعمل للحصول على أكبر كمية ممكنة من إنتاج الحسكة من القمح والشعير والقطن لسد حاجة البلاد من الغذاء بهدف توفير العلف اللازم للثروة الحيوانية إلى حين تجاوز البلاد أزمتها. إلى الولايات المتحدة، حيث تتواصل التظاهرات في مدن وولايات أمريكية عديدة ضد العنصرية وعنف الشرطة. إذن تتواصل في العديد من المدن الأمريكية التظاهرات الرافضة للعنصرية أو عنصرية الشرطة والمطالبة بإصلاحها. آخر هذه التظاهرات جرت فجر اليوم بالتوقيت الأمريكي في مدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا، حيث تحولت إلى مواجهات مع الشرطة. وكانت شوارع واشنطن ونيويورك وأتلانتا قد شهدت مسيرة احتجاج دعت إلى الدفاع عن الحقوق المدنية بإصلاح القضاء الجنائي من أجل وضع حد لعنف الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة. كشف تسجيل صوتي جديد نشرته مدينة مينيابوليس تورط عدد من الضباط في مقتل المواطن الأمريكي الأفريقي جورج فلويد، وذكر التسجيل أن إحدى الموظفات من المسؤولين عن كاميرات المراقبة الخاصة بالشرطة نبهت المشرف الخاص بها إلى استخدام الضباط الذين قاموا بتوقيف جورج فلويد القوة المفرطة. ومن واشنطن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين دكتور منذر سليمان. مساء الخير دكتور منذر. كشف هذا التسجيل الصوتي الجديد من مدينة مينيابوليس وتورط عدد من الضباط، ما التداعيات له؟ وأيضا فيما يتعلق بمسار الاحتجاجات إلى أين وصلت يمكن القول؟ مساء الخير وفاء. الآن ترامب يعقد مؤتمر صحفي، هو ليس مؤتمر صحفي لأنه قد لا يأخذ أسئلة، ليعلن الخطة لإصلاح الشرطة، وهي مراجعة لمواقف كان سبق أن اتخذها، ولكن سبق ذلك لقاءه مع بعض عائلات الضحايا الذين سقطوا على يد الشرطة. الذي ينتظر للأيام القادمة هو طبيعة الادعاء الذي سيتم على من أطلق النار على ريتشارد بروكس في أتلانتا. هذا الأمر هو الذي سيؤدي إلى إعادة، إذا لم يكن هناك ادعاء بمستوى من الجريمة المرتكبة التي يعتبرها الضحايا، فسيكون هناك ردة فعل إضافية وستعيد تلهب الشارع مجددا. بالعديد من المدن الأمريكية جرت أيضا حالات عنف جديدة، وأبرزها في نيو مكسيكو عندما قامت بعض الميليشيات المسلحة، وفي تلك المناطق هناك مثلا أريزونا ونيو مكسيكو والمحاديين للجنوب الأمريكي، هناك ميليشيات تتصرف على حالها وهي مسلحة وتقوم بأعمال يعني معروفة باعتقادهم من أجل دعم الشرطة. لذلك في ظل هذا الوضع يمكن أن يكون هناك إمكانية لحدوث أعمال عنف جديدة. لا تزال قضية واشنطن في سياتل، موضوع المنطقة التي
محررة من التواجد البوليس قائمة. ترامب رفض أن يتم عدم تمويل الشرطة أو حل الشرطة، وهذا أيضا موضوع في خلاف حتى داخل الحزب الديمقراطي حوله، لذلك إشكالية هذا الأمر. سيكون هناك صيغ بعد هذا الأمر التنفيذي الذي صدر عن ترامب، مسألة تطبيقه في كل ولاية سيكون مختلفا، وخاصة في ظل أن هناك أمور على الشرطة المحلية والحكومات المحلية أن تتصرف بها. ولكن دكتور منذر، متفاوتة في كل مدينة بعد أسابيع من هذا التردد بالنسبة لتصرف ترامب، الآن هل يمكن القول خضع لمطلب إصلاح النظام الهيكلي للشرطة الأمريكية؟ وما حدود أيضا هذا الإصلاح؟ لأنه كما ذكرت هنالك إصرار ورفض لترامب بوقف التمويل تحديدا للشرطة الأمريكية، خصوصا وأننا نتحدث عن خصوصية لهذه الهيكلية بكل ولاية بحد ذاتها. هو سيقبل التحقيق في الوسائل التي يستخدمها الشرطة في اعتقال المواطنين، وبالتالي من مسألة يجب النظر في موضوع محاكاة عمليات الخنق التي تتم بالأيدي من قبل رجال الشرطة أو استخدام العنف بشكل أعلى مما تفترضه الحالة. كل هذه الأمور هو لا يوافق عليها، لأنه نقابات الشرطة أيضا تعترض على هذه الأمور. لذلك سيكون مهم جدا ما سيجري في أتلانتا لإطلاق توجه، هل أن هذا سيكون لمصلحة المعترضين على أن الإصلاحات ليست كافية، ويحاول ترامب احتواء النقبة التي تطالب بإصلاح جذري في وضع الشرطة. مثلا نيويورك أخذت إجراء بإلغاء وحدة مكافحة الجريمة ل600 عنصر كانوا يرتدون اللباس المدني وكانوا يتصرفون وأحيانا يتصرفون بشكل عنيف ضد المواطنين وهم لا يرتدون ألبسة الشرطة. هذا إقرار بأنه هناك ضرورة لتعديل. سيكون هناك سجل للشكاوى التي تتعلق بكل رجل شرطة، وبالتالي سيكون هذا السجل المركزي، لا يستطيع إذا انتقل إلى ولاية ثانية ألا يعرف بتاريخه في كيفية التعاطي مع المواطنين. هناك أفكار كثيرة، وترامب يحاول وضع حد للمواقف الجذرية في التعديل، ويطلق موقف يدعو فيه الكونغرس إلى الوصول إلى صيغة مشتركة. ولكن حتى أي صيغة سيخرج فيها الكونغرس، هل ستقضي على كل حالة العنصرية وحالة تصرفات الشرطة؟ هذا سؤال كبير. لذلك صحيح، الشارع لن يتوقف عن الانتقاد وعن التحرك من أجل فرض أوضاع جديدة. وما حدث بريتشموند على فكرة هو كان محاولة تقريبا مشابهة لما حصل في سياتل. فإذا نحن نجد أيضا تململا إن كان من الجهات اليمينية الميليشيات التي تتحرك، وأيضا هناك تحرك من الجناح اليساري الذي يرغب في أن يفرض تغييرا ثقافيا أيضا. والدليل على ما قلته دكتور منذر بحرف وظيفة الشرطة. صحيح، لأنه تحديدا ما قاله حتى الآن والعواجل التي تظهر على شاشة الميادين، ترامب يتحدث عن توقيع قرار ولكن بتعديل أو يمكن تغييرات بهيكلية أو الهيكل التنظيمي للشرطة، ولكن يتكيف وفق أفضل المواصفات والمعايير. وهذا يطرح الكثير من يعني علامات الاستفهام حول هذه التعابير، ما هي معايير التي أشار إليها أو المواصفات التي أشار إليها؟ وهذا ما ينذر بأنه المشهد لا يزال مستمر بشكل هذه الاحتجاجات، ويمكن أن تتسع أو أن يخفض صوته، ولكن ليس هنالك حتى الآن يمكن إلغاء لهذه العنصرية بشكل جدي من خلال الدساتير والقوانين والتشريعات التي أشرت إليها. على كل الأحوال نحن نشكرك جزيل الشكر دكتور منذر سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، السادسة أو السابعة مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم. تعقد أثيوبيا ومصر والسودان اجتماعا وزاريا لحل الخلاف حول ملء خزان سد النهضة وتشغيله، وذلك بعد فشل المباحثات السابقة وسط اتهامات متبادلة بين أديس أبابا والقاهرة بشأن الطرف المتسبب في تعثرها. هذا ومن المقرر أن تواصل الفرق القانونية مداولاتها على أن ترفع ما ستتوصل إليه لاجتماع وزراء المياه والري في الدول الثلاث، والذي يعقد عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة كورونا. والآن تنضم إلينا من القاهرة نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام السيدة أسماء الحسيني. مساء الخير سيدة أسماء. هذا يمكن التوصل إلى مباحثات جديدة، أهلا بك. هل يمكن أن يحدث أي خرق فعلي في هذا الجدار القائم والاتهامات المتبادلة ما بين الطرفين الأثيوبي والمصري فيما يتعلق بسد النهضة بطبيعة الحال؟ نعم، أهلا وسهلا. المفاوضات الاقتراحات والتراشقات التي كانت موجودة بين القاهرة وأديس أبابا، طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر، لكن يجب أن يكون استغلال لهذه السامحة وهذه الفرصة التي يبدو أنها تعد فرصة أخيرة في إطار سير المفاوضات لسنوات عديدة. العدد الذي بدا لبدء اثيوبيا الموعد الذي مقرر ان تبدا فيه ولسد النهضه، وعدم التوصل لاتفاق يعني ان تمضي اثيوبيا في ظل اجراءات احاديه في هذا الملء بدون توافق مع القاهرة والخرطوم. سيدة أسماء أنا أعتذر منك، يصل الصوت بشكل متقطع ولا نفهمك بشكل واضح، وما تشيرين إليه يمكن مهم جدا حول نية الطرف المصري بهذه المباحثات وما الذي يمكن أن يتم التوصل إليه. سنعاود الاتصال بك لاستضاح موقفك، على كل الأحوال سنعاود بعد قليل الاتصال. هذا وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في العراق إن الحشد العشائري أصبح حقيقة وقوة، مؤكدا العمل على تعزيزه. وفي اجتماع مع شيوخ عشائر محافظة نينوى لفت الفياض إلى أن الحشد الشعبي هو سلاح بيد جميع العراقيين. ما نتج هو سلاح بيد العراقيين جميعا، ليس لغلبة فئة على فئة أو طائفة على طائفة أو قومية على قومية، إنما هو دفاع عن أبناء هذه المحافظة. أصبح الحشد العشائري في محافظة نينوى وجود لا يمكن الكلام عن أصل وجوده، أصبح حقيقة هي القوة الأمنية الأساسية في أمن والدفاع عن هذه المحافظة، ونعمل إلى إن شاء الله خلال الأيام القادمة على تعزيز هذه القوة وتعزيز هذا الوجود. في موازاة ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج على القصف الذي طال مناطق شمال العراق. المذكرة تضمنت إدانة الحكومة انتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، اعتبرت أنه مخالفة للمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وجددت الوزارة دعوتها تركيا إلى وقف العمليات الأحادية، وأعربت عن الاستعداد للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود. نعرب عن استنكارنا الشديد وبأشد اللهجة والعبارة ما قام به الجانب التركي من انتهاك للسيادة العراقية، وإذ نجدد الدعوة إلى ضرورة التنسيق المشترك في مجال مواجهة الإرهاب عبر التعزيز الأمني المشترك، لكن وزارة الخارجية العراقية لن تدخر أي جهد في المحافل الدولية على صعيد مجلس الأمن والأمم المتحدة وحسب القواعد الدبلوماسية والإجراءات المتوخاة في هذا الصدد. ونعود من جديد إلى السيدة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام بما يتعلق بالاجتماع الوزاري المشترك الذي يعقد ما بين أثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة. أجدد الترحيب بك من جديد سيدة أسماء. كنت تتحدثين عن استغلال هذه الفرصة، ولكن كيف وبأي إطار وهنالك تعنت واضح من قبل أثيوبيا، حتى اتهامات وتعبئة يقال لا مثيل لها ضد مصر بهذه الفترة وبهذه المفاوضات؟ نعم، أهلا وسهلا، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. بالطبع هذه السانحة قلت أن مصر ستكون أيضا حريصة على أن تستغلها وأن تمضي في حتى آخر المدى وتعطي فرصة لهذه الجولة من المفاوضات التي إن لم يتم التوصل فيها إلى نتائج ستكون العواقب وخيمة، لأنه معناه أن تمضي أثيوبيا إلى ملء الأول للسد دون اتفاق مع مصر والسودان، وهذا يعني أنه إجراء أحادي منفرد ستكون له عواقبه.
مصر حريصة على التوصل إلى حل مرضي للأطراف الثلاثة، وأن يكون هناك فقط إطار قانوني ملزم للأطراف الثلاثة، وأن يكون هناك آلية لفض النزاع إذا حدث خلاف بين الدول، وأن يكون هناك اتفاق على التعامل مع الملء في سنوات الجفاف والجفاف الممتد والشح المائي. إثيوبيا بالفعل كان هناك مماطلة وتعنت طيلة السنوات الماضية، وخصوصا في المفاوضات الأخيرة في واشنطن اضطرت أو قامت بالانسحاب منها، ومصر وقعت لتبدي حسن النية بشكل مبدئي. أعتقد أن مصر تراهن على أن يكون هناك حلول سياسية، هددت باللجوء إلى مجلس الأمن بالأمس على لسان وزير خارجيتها، وهذا يعني أنها غير متفائلة أو أنها تريد أن يكون هناك ضغط على إثيوبيا في هذه الجولة للوصول إلى اتفاق ما. ولكن بالرد الموازي حول ما قاله الوزير سامح شكري، اليوم الصحف الإثيوبية سيدة أسماء تقول أن مفاوضات سد النهضة لم تنتهي، وليس من الحكمة التلويح بتدويل مصر للقضية. الذي يجلب التدويل والذي يجلب ما أخطر من التدويل، وهو التوتر والاتجاه إلى هذه الحلول الصفرية التي تعني أن تمضي إثيوبيا منفردة وكأنها تريد أن تتحكم في الأمر برمته. من يجلب هذه الحلول هي إثيوبيا. القاهرة حاولت اللجوء إلى طرف رابع للتدخل على خط الوساطة وفقا لاتفاق المبادئ في 2015 في الخرطوم، يتيح اللجوء إلى هذا الطرف للتحكيم والوساطة، وعلى إثيوبيا أن تقبل بإجراءات القانون الدولي. لن يخترع أحد العجلة. ولكن سيدة أسماء، لأنك أشرت إلى اتفاق الخرطوم بعام 2015 والوسيط كان السودان، اللجوء الآن إلى مجلس الأمن الدولي، هل هذا يعني تحميل مصر أيضا مسؤولية للسودان بفشل إتمام وترجمة ما تم الاتفاق عليه، خصوصا بالأمور التقنية والفنية والقانونية بحقوق مصر المائية؟ ما زال المفاوض المصري موجود داخل المفاوضات، لكن هو يقول أن البديل للمفاوضات سيكون التصعيد إلى مجلس الأمن وإلى اتخاذ إجراءات، لأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أمر ليس فيه إدعاء وليس أمر شكلي، هو قضية حيوية لكل الشعب المصري، كل قواه الحية مجمعة على أن هذا الأمر يجب أن يكون هناك اتفاق بشأنه، ولا يمكن لأي قيادة أو إرادة سياسية التفريط في هذه القضية التي يجمع حولها الشعب المصري والتي تمثل بالنسبة له قضية حياة ووجود. وبالتالي على إثيوبيا والعقلاء فيها وأن تصغى لصوت العقل وأن تقابل الأيدي الممدودة لها للتوافق، لأن البديل سيكون صعب وكارثي بالنسبة للمنطقة ولأمنها، ولأنه الدول الثلاثة في الواقع الأمر تواجه تحديات كبيرة صحيح. على الصعيد السياسي والتنموي والأمني، ولا تحتاج إلى مزيد من المشاكل. هل السودان بسؤال أخير يعد مسودة وثيقة جديدة ما بين الطرفين سيدة أسماء وفق المعطيات حتى الآن، والأجواء إلى حد ما هي مشحونة حتى هذه اللحظات مع الاتفاق يمكن على بعض البنود التقنية والفنية؟ نعم، الأمر ليس خلاف فني، هو يحتاج إلى إرادة سياسية في المقام الأول، وأعتقد أن السودان الآن يسعى للقيام بدور إيجابي. السودان في عهده الجديد يريد أن يكون عنصر إيجابي وليس كما كان النظام السابق في عهد البشير يلعب على حبال التوازنات الإقليمية والدولية، وذهب ليلقي بكل ثقله إلى جانب إثيوبيا في مواجهة مصر. لكن أعتقد السودان في عهده الجديد هو يريد انفتاح على كل جيرانه، له مصالح وعلاقات جيدة مع إثيوبيا وكذلك مع مصر، ويريد أن يصل إلى الآن صيغة يدفع بها إلى الأطراف لكي يصل إلى حل وسط، لكن يجب أن يكون هناك إرادة متكافئة بين الأطراف الثلاثة في الوصول إلى حل بهذا الشأن. شكرا جزيلا لك يا سيدة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، عفوا، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. وإلى فلسطين المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة عناتة، كما اعتقلت فجرا 8 فلسطينيين من بينهم أسرى محررون، ولا سيما في بلدة بيت أمر شمال الخليل. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عديدة في رام الله
من بينها حي الطيرة، حيث تصدى الفلسطينيون لهذه القوات وأطلقوا المفرقعات النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاههم. على خط آخر، بدأت سلطات الاحتلال بشق الطريق الأمريكي في القدس المحتلة لربط مستوطنات الضفة، خطوة جديدة تأتي قبل أسابيع من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية مخطط الضم. التفاصيل مع زميلة بسان طراف. أهلا بكم. الطريق الأمريكي مشروع إسرائيلي جديد لربط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تقع شمالية القدس المحتلة وجنوبها. سلطات الاحتلال بدأت عملية شق الأجزاء الوسطى والجنوبية من الطريق الدائري، وسيضم هذا الطريق الذي سيمتد أكثر من 8 كيلومترات نفقا بطول 6 كيلومترات شرقية جبل الزيتون. أقر أريه كينغ نائب رئيس بلدية القدس وهو أحد القياديين في حركة الاستيطان بأن الطريق الأمريكي الذي يربط المستوطنات على صعد مختلفة الهدف منه هو تشييد عاصمة كبيرة في القدس، وأوضح أن الطريق السريع سيكون ممرا مهما من كتلة غشعة صهيون الاستيطانية في جنوب الضفة والمستوطنات مثل هرحومة جنوبية وسط المدينة إلى المستوطنات في شمال القدس وشرق بما في ذلك معالي أدوميم. المحامي الإسرائيلي الذي مثل بعض العائلات الفلسطينية المتضررة من البناء دانييل سيديمان أكد أن الطريق يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد من قبل إسرائيل باستخدامها مشاريع البنية التحتية لتأمين ضم فعلي للأراضي، وأضاف أنه الضم الثالث لشمال الضفة الغربية وجنوبها والقدس الشرقية إلى السيطرة الإسرائيلية لخدمة المستوطنين. بدوره أكد فادي الهدمي الوزير الفلسطيني لشؤون القدس أن المشروع الاستيطاني يعزل الأحياء الفلسطينية داخل المدينة بعضها عن بعض، مضيفا أنه جزء من مشروع الطريق الدائري الإسرائيلي غير القانوني الذي يحيط بالقدس الشرقية المحتلة لتعزيز ربط المستوطنات الإسرائيلية وقطع القدس عن ما يعرف بالمنطقة باء في الضفة. وقال الطريق الجديد سيفيد المستوطنين في المقام الأول وسيقود أكثر جدوى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. إصرار رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي على المضي قدما في خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة تانوفا قابلها تشكيك بقدرة الخطة على مواجهة خريطة التهديدات وبالجوزية للمعركة المقبلة على عدة مستويات. تقرير منال إسماعيل. الترويج الإعلامي الذي سبق إعلان الجيش الإسرائيلي تفاصيل خطته المتعددة السنوات باسم تنوفا لم يحجب الانتقادات والتشكيك في نجاعة هذه الخطة، ولا سيما فيما خص مواجهة إيران، مع الإعلان عن تغيير اسم شعبة الاستراتيجية وإيران لتصبح شعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، حيث سيتركز نشاطها على تصميم وتخطيط المعركة إزاء الساحة الإيرانية وساحة دول الدائرة الثالثة كلها. تقدير كخافي أن خطته ستجعل الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا وملائمة للتحديات لم يتوافق وتقديرات خبراء ممن رأوا أنها ليست على قدر التوقعات. مفوضو شكاوى الجنود السابق اللواء احتياط إسحاق بريك المطلع بدقة على واقع الجيش الإسرائيلي وخططه قال أن خطة تنوفا مرتكزة من ناحية خارطة التهديدات على فرضيات تفاؤلية وتضع إسرائيل أمام خطر كبير، وتتحدث عن تهديدين أساسيين في غزة ولبنان وتتجاهل تماما تهديدا مهما آخذا في التبلور حيال إسرائيل وبدعم من الإيرانيين هو الجيش السوري. بريك حذر أيضا من أن عديد القوات في وحدات البر وكفاءتها لا يقدمان ردا على ما وصفه بالتهديد الشمالي الكبير جدا، لأن الجيش الإسرائيلي ليس لديه القدرة على مهاجمة العدو في ساحة واحدة وفي الوقت ذاته على الدفاع عن مناطق أخرى في حرب متعددة الجبهات غزة لبنان سوريا وربما الضفة الغربية في إطار انتفاضة ثالثة.
أما الجبهة الداخلية الخاصرة الرخوة لإسرائيل في رأي بريك فهي لم تعد للحرب، ووفقا له ستتعرض هذه الجبهة لآلاف الصواريخ يوميا التي ستحدث دمارا وخسائر فادحة في أهداف استراتيجية وفي قواعد الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، دمار سيكون تأثيره بحسب بريك مشابها لقنبلة ذرية ولكن من دون أثار نووية. ولذلك فإن على الإسرائيليين وفقا له أن يصلوا كي لا تندلع حرب. هذا وتدرس واشنطن الضغط على الأردن من خلال حجب مليارات الدولارات من المساعدات لإجبار السلطات الأردنية على تسليم أحلام التميمي المتهمة بضلوعها في تنفيذ تفجير وقع عام 2001 في القدس المحتلة. التميمي التي خرجت من سجون الاحتلال بصفقة تبادل عام 2011 تعد مطلوبة من قبل السلطات الأمريكية بتهمة التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين، وهي مدرجة في قائمة مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي كأكثر الإرهابيين المطلوبين. ألقت أزمة كورونا بظلالها على المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في تونس التي أصبح شبح الإفلاس يهدد العديد منها في ظل ضعف الإمكانات المالية وغياب خطة وطنية لإنقاذها رغم الوعود الحكومية. التفاصيل مع سميحة البغانمي من تونس. صيحة فزع أطلقها أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ضوء الأضرار التي تكبدتها مؤسساتهم من جراء الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، وسط توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 4.3% في أعمق ركود يتوقع أن تشهده البلاد. كي نسكروا الناس الكل شلون باش يصير لها البلاد هذه؟ إذا أنتم ما توم تشدين معانا وندخلوا كلنا الحبس، إيش بش يصير في البلاد؟ الأغلبية الساحقة متاع الفاعلين الاقتصاديين في تونس، وإحنا الأغلبية الساحقة متاع المشغلين في تونس، وإذا كانت الدولة تنفض إيديها منها منا إحنا، رغم ما عندها وين توصل. وبين الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة والإجراءات التي تم تطبيقها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تزداد الفاتورة سوءا بالنسبة لهذه المؤسسات التي تسجل يوميا خسائر كبيرة، ما ينبئ بأزمة اجتماعية في ظل مناخ اجتماعي متوتر عمقته أزمة كورونا. الأرقام تشير إلى خروج ما يقارب 20,000 مؤسسة من السوق سنويا، وهو رقم مفزع يستوجب الإحاطة، يستوجب إعادة التفكير في سياسات الدولة في الإحاطة بهذه الفئة من المؤسسات. ووفقا لدراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن أزمة كورونا أثرت على نشاط أكثر من 80% من المؤسسات الاقتصادية في تونس، ولا سيما قطاع الخدمات الموجهة. عودة النشاط إلى هذه المؤسسات سيحتاج إلى وقت نظرا لارتباطها بالسوق التونسية وبالمقدرة الشرائية التي تراجعت، فضلا عن ارتباطها بالسوق الخارجية أيضا والتي تأثرت بدورها بسبب فيروس كورونا. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. والآن تذكير بعناوين السابعة. ظريف ولافروف اتفاق على تفعيل آلية مسار أستانا حول سوريا، وقمة إيرانية روسية تركية عبر الفيديو قريبا. هذا الجريمة، هذا يرضى الله ورسوله. بعد مجزرة التحالف في صعدة، القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في خميس مشيط السعودية وتسيطر على مناطق في مأرب. الأمم المتحدة تخشى من مجاعة في سوريا نتيجة العقوبات الأمريكية. I don't know if they had used force or not, and all of them sat on this man. تسجيل صوتي يكشف تورط ضباط شرطة في مقتل فلويد واستمرار التظاهرات في المدن الأمريكية. اجتماع مصري إثيوبي سوداني جديد لحل الخلافات حول سد النهضة، وسط تبادل للاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا بإفشال الحلول. بالتأكيد دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. السابعة انتهت، في أمان الله.